نرجع للمسألة تاني من الأول. المسألة بتقول لك إيه؟ بتقول لك والله أنا عندي نوعين من الأسئلة في الامتحان ده. Let's say multiple choice complete. Okay؟ اسمه A و B. كل سؤال من A وكل سؤال من B ده بيساوي 10 points وده بيساوي 15 points. حلو؟ دلوقتي هو بيقول لك والله أنا الطعم النهاردة عندي هما 60 دقيقة. ما أقدرش أحلها بس يعني هما 60 دقيقة ده دلوقتي الامتحان. كل سؤال من A بياخد 3 دقايق. وكل سؤال من دي بياخد 6 دقايق. هل كده هو بيعرف المسألة؟ قالك والله انا ما اقدرش احل اكتر من 16 سؤال سواء من A او من B. هو بقى دلوقتي بيدور على الماكسيمم سكور. هل السكور بتاع من وجهة نظرك هيساوي ايه اصلا؟ يعني ايه اللي بيفورمالايز السكور؟ عدد الاسئله اللي هجاوبها من ايه وعدد الاسئله اللي هجاوبها من دي فساعتها طلعنا من ايه؟ طلعنا في البارامتر بتاعك. حلو؟ فالبارامتر بتوعك هيبقوا هم عدد الاسئله بتوع ايه وعدد الاسئله بتوع ايه؟ دي. اي مساله تيجي كلاميه انت بتجيب لك في الاخر ماكسمايز او مينيمايز سم كوست فانكشن. اوكي؟ فانت عليك ان انت تبقى فاهم الكوست فانكشن بتاعتك دي ايه اللي بيأثر فيها؟ ايه البارامترز اللي بتأثر فيها من المساله؟ تمام؟ بعد ما جبنا كوست فانكشن انا عايز ابص دلوقتي انا عايز اشوف الكونسترينت بتاعتي. انا ما اقدرش احط اي قيمه وخلاص. تمام؟ فالمساله عامه او اي بروبلم في الدنيا او اي ابلكيشن في الدنيا بيبقى ليه سنين سام كونسترينت. تمام؟ فالكونسترينت اللي هو حاططها لك هنا المره دي والله هو قال لك التايم وقال لك عدد الاسئله. صح؟ فلو انا قلت لك ان x بلس y اصغر من او بتساوي 16 ده معناها عدد الاسئله بتاعت x وعدد الاسئله بتاعت y ما يزيدوش عن 16 اللي انت هتحلهم. تمام؟ وبالنسبه للتايم انت عندك كل سؤال من A بياخد 3 دقايق يبقى 3x plus 6y اصغر من او بتساوي ايه؟ 6. حلو؟ since ان دي 2D ما ادكش غير الاثنين بارامترز بس والمساله لينير مفيش اي حاجه فيها نون لينير فانا كل البساطه اللي انا هعملها ان انا هرسمها ايه؟ على جراف. حلو؟ فبعد ما رسمنا خطوط تمام؟ البوينت حاجه هل ينفع الاكس والواي عدد الاسئله نحلها من اكس او عدد الاسئله نحلها من واي تبقى نيجاتيف فما ينفعش اصلا دي يعني دي بوينت مهمه في اللينير بروجرامينج ان انا اصلا البارامترز بتاعتك في اي مساله ما ينفعش يبقوا نيجاتيف ولو كانوا نيجاتيف في حلول ان انت تغيرها وتعدلها وتخليها فوز ففي كذا اوبشن ان انت تعمل الكلام. تمام؟ بالنسبه بس للستاندرد فورم اللي انا حطيتها دي الستاندرد فورم. تمام؟ مش اي لينير بروجرامينج بروبلم بتبقى بالستاندرد فورم دي. تمام؟ عشان احنا بعد كده لما هنيجي هقول لكم السمبلكس ان شاء الله يوم الثلاث بتحاول انت في الاول بتحط المساله بتاعتك في اساس الستاندرد فورم عشان تقدر تحل بيها. فالستاندرد فورم بيقول لك والله ان انا يبقى عندي اسمه ايه ده؟ الكونسترينت بالطريقه دي ويبقى عندي سكور فانكشن لين. حلو؟ مش سكور كوست فانكشن عشان بس ما تمسكش معاكم انها في سكور يعني. تمام؟ بعد ما رسمناها وهشرنا اللي ما ينفعش اصلا استحاله يطلع الرينجز اللي ما ينفعش تحصل معاك جبنا في الاخر حاجه اسمها فيزيبل ريجن. تمام؟ طيب هل الفيزيبل ريجن دي دايما موجوده؟ اه ماشي دايما موجوده بس هل في دايما اوبتيمم؟ لا. معنى ايه؟ انا ممكن والله ممكن بعد ما ارسم المساله دي الاقي مثلا ان الاكس كده والاكس الثانيه كده والله وانا بقول لك كلهم كده. دي حاجه اسمها unbounded solution. انا ما اقدرش اقول لك الاوبتيمال بتاعك فين. الاوبتيمال مينز ان دي اخر بوينت تقدر تجيب الماكسيمم للسكور بتاعك. تمام؟ فلو انا الفيزيبل ريجن بتاعتي مش باوندد فانا ما اقدرش اجيب ايه؟ اوبتيمال solution. تمام؟ طب ده لو انا عندي 2 كونسترينت بس. لو انا عندي بقى 3 كونسترينت او 4 كونسترينت او اي حاجه من الحاجات دي هنعمل ايه؟ هبتدي برضو احطهم على الجاف واول حاجه اطلع الفيزيبل ريجن وبعد كده بقى ايه؟ ابتدي اتشيك ات ايتش كورنر السكور بتاعك بوزيتيف اور نيجاتيف. سوري السكور بتاعك فين اعلى حاجه. تمام؟ ده من 2 دي. لو انا قلت لك زي مثلا ايه ان والله انا شرط عليك ان عدد الاسئله اللي تحلها من ايه يبقوا 10 اسئله بس او الاسئله 5 اسئله يبقى انا قايل لك والله ان الاكس بتاعك اصغر من او بتساوي 5. تمام؟ هنعمل ايه؟ هنيجي هنا
عند 5 هيبقى كده صح. طيب فين بقى الفيزا بالريجن دلوقتي؟ هيبقى كل ده مش معاك، يبقى ساعتها عندكش غير الكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده والكورنر ده، تمام؟ فكل ما كونسترينت زادت كل ما انت هتقدر ترسمها ك اسمه ده كلاين على الجراف، وتقدر في الاخر تحدد ايه الفيزبل ريجن. حلو. طيب المره الجايه ان شاء الله. طب اعمل ايه؟ ثانيه. ما هو زي ما انا قلت لك دلوقتي اللاين ده اللي هو 3x لاين ده 3x بلس 6y اصغر من او بتساوي 6، تمام؟ طيب انا رسمت عند ايكوال 6 لان ده اللاين اللي انا اقدر ارسمه، تمام؟ طيب هاخد بقى الجنب ده ولا هاخد الجنب ده بيزد على اللاين ده؟ لو انا سي مثلا اخترت اي بوينت هنا راندوم، تمام؟ وهنا مثلا وحسبتها هتلاقي اصغر من 6 هتبقى معاك. خدي بقى واحده بعد اللاين هتبقى بعيد اوت، تمام؟ فيبقى بالتالي الريجن دي مش معاك، تمام؟